تاني ريفيجن سريع كده. النهارده هناخد سيشن 3 بس، هنراجع اللي خدناه على اللي خدناه في سيشن 2. قلنا في الاديشن لما اجي اعمل 2 نمبر بلس مع بعض بعمل ايه؟ نمبر زي ده يجي هنا يقول لي 37 بلس 48، اعملها ازاي؟ انا قلت اول حاجة put the greatest number in my mind، ال 8 بحطها في دماغي وال 7 in my finger وابدا اعمل count. 8 plus 7 equal what؟ equal 15. I can't write ال 15 all، ما بكتبش ال 15 كلها، بكتب ال ones بتاعتها اللي هي ال 5. I put ال 5 و carry up 1. محدش يكتب معايا يا شباب، بكتب ال 5 و carry up 1. الوان هنا لما حطيته على الثري حصل لها increase by one، يعني كبرت، بقت كام؟ بقت فور. فاشطب عليها كده اهو واكتب عليها ان هي بقت فور عشان ما انساش، عشان في ناس بتنسى الوان اللي فوق ده. بقت فور، فور بلس فور equal eight، يبقى الريزلت اللي طلعت لي 85. قلت ال 85 ده لما اجي ارسمها ازاي؟ اعملها بالفيجر اللي هو البليس فاليو. كنت برسمها ازاي؟ قلت دايما رسمة الوانز بتكون بسمول سكويرز، يعني ال 84 اهي انا عايزة اعملها بالجراف، ودي هيجي يقول لي اعمليها بالبليس فاليو. بعمل ال 4 في الوانز اهي 4، وال 8 هنا في التنز ب 80. أرسمها إزاي؟ برسم 4 سكوير صغيرين، 4 مربعات صغيرين، إذا أنا رسمت ال 4 في ال 1، تمام؟ طيب ال 10 أرسمها إزاي؟ محدش في الهوم ورك يروح يعمل لي كده، إيه ده؟ لا ما بتبقاش كده، بتكون ريكتانجل، تمام؟ بتكون عبارة عن ريكتانجل، تول ريكتانجل، رفيع كده هو طويل، ريكتانجل طويل كده، تمام؟ محدش عارف يرسم الريكتانجل الطويل، ممكن يعملها لي على هيئة ايه؟ كولوم كده، يعني وان كده يرسم كولوم، انما ما يرسمها ليش الرسمة اللي هي الشكل البيضاوي اللي كان مرسوم ده، تمام؟ يبقى المساحة معاه مش مكفية، يرسمها في هيئة الوان دي الكولوم دي، او يرسم طول ريكتانجل كده رفيع وطويل صغيرين كده مع بعض، انما ما يعمليش كده، ما يعمليش كده، تمام؟ تمام؟ هرسم 8 منها بقى، هرسم من الحاجات دي 8. كده انا رسمت كام؟ 5، فاضل 3. هرسم كمان ادي 1 و 3، كده عملت 84. طيب النهارده هاخد الاستراتيجيز في الايه، سبتراكشن، نفس الاديشن هاخده في السبتراكشن، اللي عملته في الاديشن هاخده في السبتراكشن. ازاي؟ جايب لي مسألة زي ده، أول حاجة بعملها I read the number، بقرأ النمبر الأول 784 minus 398، تمام؟ ده subtraction by البرو. طبعا خلاص احنا كبرنا على السبتراكت العادي، اللي هو السبتراكت العادي زي اللي هكتبها في الجنب ده، احنا كبرنا عليه. يعني لما يجي يكتب لي مسألة سؤال زي ده مثلا 584 minus 231، خلاص احنا كبرنا على الحاجات دي. كنت بعمل ايه؟ 4 minus ال 1، 4 minus ال 1 equal what؟ ببدأ أعد من بعد ال 1 لحد ما أوصل لل 4، هلاقيها 3. 8 minus 3، كريم رايز، أنت رافع الهاند بتاعتك ليه؟ lower your hand كريم. 8 minus 3 هشرح الأول وبعد كده هخليكوا تحلوا كل واحد بالدور. 8 minus 3 ببدأ أعد after ال 3 لحد ما أوصل لل 8، تمام؟ after 3 4 5 6 7 8، هلاقي نفسي 5 finger. 5 minus 2 ببدأ أعد برضو after 2 لحد ما أوصل لل 5، هلاقي نفسي عديت 3. يبقى الريزلت بتاعتي هنا عديت إيه؟ 353. دي الريزلت، ودي حاجات كبرنا عليها كنا بناخدها في جريد 1. دلوقتي هاخد السبتراكشن باي البرو،
ازاي اعمل بروب، وبعرف منين ان انا هعمل بروب. لما يكون اللي smallest number هو اللي موجود فوق، هو اللي بادئ بيه، بعرف على طول ان انا هروح اخد بروب، هروح استلف. زي هنا يجي يقول لي 4 minus ال 8، ببص على smallest number اشوف فين، اشوفه موجود up ولا down. ال smallest number اللي هي ال 4 up يعني فوق، فكده مش هينفع، can't be. طب هعمل ايه؟ I go to 8, give me 1. هروح لل 8 عشان تديني 1. ال 8 هي هيحصل لها ايه؟ decrease by 1، يعني هتصغر. ال 8 لما اخد منها 1 تصغر، تصغر تبقى كام؟ تبقى 7، تبقى النمبر اللي قبلها على طول 7. طيب ال 1، ال 1 اللي انا اخدته ده هعمل بيه ايه؟ ال 1 اللي انا اخدته بيروح لل 4 يساعدها، مش ال 4 ما كانش نافع تكمل لي المسألة بتاعتي، هيروح يساعدها، فبيقف جنبها عشان يساعدها، يقف جنبها كده. اصبح الفور بقت كام؟ 14. تمام، محدش يقول لي الفور هتبقى 5، لا، دايما الوان اللي باخده بورو بيروح يقف جنب النمبر عشان يساعده، بيروح يقف فين؟ جنب النمبر عشان يساعده. الفور بقت 14. 14 minus 8 equal what؟ I count after 8 to reach ال 14، بعد من بعد ال 8 لحد ما اوصل لل 14. After 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. أنا نفسي رفعت 6 finger. هنا بقى 7 minus 9، خلاص ال 8 كأنها مش موجودة، ال 8 مكتوب فوقها إن هي 7، فخلاص ال 8 كأنها مش موجودة عندي في المسألة. 7 minus 9، أبص على ال smallest number برضو، هلاقي إن ال smallest number موجود up، موجود فوق، فأقول له كده إيه؟ can't be، ما ينفعش. طب هعمل ايه؟ I go to 7، هروح لل 7 اللي جنبها، give me 1. ال 7 اللي جنبها هتبقى 6، will be 6. طب وال 7 دي هتبقى كام؟ هقول له برضو ال 1 اللي انا خدته هيقف جنبها، فال 7 will be 17. 17 minus 9 equal what؟ I ate count after 9 to reach 17، بعد ال 9 لحد ما اوصل لل 17. هلاقي نفسي عديت كام؟ بعد ال 9 10 11 12 13 14 15 16 17، عديت كام؟ 8. 6 minus 3، بعد برضه after 3 لحد ايه to reach 6. after 3 4 5 6، رفعت 3 finger بكتب 3، يبقى الريزلت اللي بتاعتي 386. 386 كده أخدت subtract by البرو. Are you understand? Are you understand? Yes. Any question? No. Another example? No. Four hundred eighty-five minus 187. I start from the ones. 5 minus 7. The smallest number up. Because the smallest number up can't be. 5 minus 7 can't be. I go to 8. Give me 1. 8 will be 7. 5 will be 15. 15 minus 7. I count after 7 to reach 15. After 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 8 finger. 7 minus 8, the smallest number up can't be. 7, هتروح لمين؟ ل4. Go to 4, give me 1. 4 will be 3. 7 will be 17. 17 minus 8. I count after 8 to reach 17. 9. 3 minus 1. هنا بقى ايه؟ ال greatest number up. فدي كان عادي، كان بي. دي بينفع فيها عادي. 3 minus 1 عادي هعد.
after ال 1 to reach 3 هلاقي ال result بتاعتي 2، هيبقى the result 298. حد عايز يسأل أي سؤال ولا تبدأ وتحلوا بقى كل واحد واحدة؟ نبنى على حال. تمام، نبدأ نحل. يلا ماشي كريم. انت كنت the first one، دخلت النهارده السيشن اول واحد، يبقى انت اللي تحل الاول. يلا يا كريم. كريم افتح المايك. يس يلا انا حبيبي، من قلنا كله بتاعي. letter A كريم، اوكي من قول قلنا letter A. كله نفس بس سيبني تحت. لا كريم، وانت بتحل اتكلم عشان اصحابك يكونوا معاك سامعينك. الفايف يبقى فور، الفاص هتخبط عند الفور هتستلف منها يبقى فور، ويبقى كام؟ فورتين، وفورتين ماينس سبن ايكوال سبن. 7 برافو. يبقى كريم الأول قال 4 minus 7 can't be، I go to 5 give me 1، هيروح لل 5 عشان ياخد منها 1، 5 will be 4 and the 4 will be 14، 14 minus 7 equal 7، فكتب 7 تحت. برافو كريم، كمل. بعد كده هنا 4 الفور minus 2 ماينس تو ايكوالز تو، equals 2، excellent. 9 minus 6 ناين ماينس سكس ايكوالز 3، but the result is 327. excellent. كريم، big star for كريم. فيروز، نعم. letter D. ليتر دي فيروز. اقرأي يلا يا فيروز. 7 minus 8 هنحط ال 7 1 هتبقى 17، 17 minus 8 عدي يا فيروز وفعل صوابعك بعد الايت، عدي من بعد الايت لحد ما توصل للسفنتين. يلا ناين 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 ناين، تمام. طب هو الوان اللي انت حطيتيه جنب السفن خليتيها سفنتين، ده جبتيه منين؟ جبت من السفن اللي بعدي السفن اللي بعديها بقت كام؟ بقت سكس. يبقى اكتب عليها الاول قبل ما اعمل اي حاجه، بكتب عليها الاول عشان ما انساش. كمل. 6 minus 6 equal 0. 0، excellent. 7 minus 5 equal to 2. The result is 209. 209، excellent. Fibers, biggest part of fibers. يحيى، نعم. letter H. H اه Four plus eight. minus مش بلس. Four minus eight. هم Minus eight four. no 8 minus 4 هي اللي 4، لما تكون 8 minus 4 اقول له 4، انما 4 minus 8 قلت بص شوف ال smallest number فين، بص شوف الرقم الصغير فين، لو لقيت الرقم الصغير هو اللي موجود فوق يبقى اقول له ما ينفعش، فبضطر ان انا اروح استلف. تمام، فور فورتين
الفور will be 14 والسكس will be what؟ السكس هتكون كام؟ 6 هتكون 5. طيب كمل يا يحيى. 14 minus 8 14 minus 8 what؟ 6. 6. 5 minus 5 0. 0. 2 minus 1 3. minus مش بلس 1 1. 1. اقرأ النمبر. Number 6. Number 6. 106. تمام، برافو برافو يا يحيى، بيجي ستار فور يا يحيى. يلا يا محمد. نعم يا مس. ليتر اف. زيرو ماينس ايت ما يصير. وزيرو اي جو تو وان. وان ماينس زيرو زيرو اخذت من الواحد تاني. والوان بقت زيرو. تن ماينس ايت تن الفن تن. عد after ال 8 to reach 10، من بعد ال 8 لحد ما توصل لل 10. 9 10 11 بس 12 9 10، انا بعد لحد ما اوصل لل 10 بس. يلا يا محمد عد من بعد ال 8 لحد ما توصل لل 10. after 8 9 10، يبقى انا 9 عديت بس ايه 9 10 two finger، يبقى two، يبقى الزيرو هنا كان 10 والوان اللي اخده ده كان ايه؟ الوان will be what؟ زيرو. زيرو. كم؟ 3 9 لا، زيرو minus 5 can be or زيرو can't be؟ ماينس 9 زيرو ماينس 9 زيرو minus 5 هينفع ولا لأ؟ 5. ينفع اعمل 0 minus 5 يا لا محمد؟ ما تنفع. ما تنفع، يبقى اعمل ايه؟ هروح افتح ال 3 اللي جنبها. I go to 3. Give me 1. برافو. I go to 3، give me 1. 3 will be، ال 3 هتبقى كام؟ و9 و3 3 will be 2. و3 2 ال 0 will be، و9 دي 0 مش 9، ال 0 تبقى will be 10. 10، 0 will be 10. 10 minus 5 equal what؟ 10 minus 5 5. 5. excellent. 2 minus 1 2 minus 1 1. One. The result is what? Is what? 152. 152. Excellent. Register for the family. Francie. Little J. J. Okay. Here, Francie. Yeah. Audio. ناين ريتن ماينس ناين ماينس ناين زيرو زيرو. برافو. الوان بقى الوان ماينس ثري. لا، جو تو ايه؟ جو تو فور. نقولها ايه؟ جيف مي ايه؟ جيف مي فور. جيف مي وان. فور ويل بي 3. برافو. ال 1 will be
11. 11 برافو. 11 minus 3 أكتر شيء 5 4 4 4 5 6 7 8 5. لا أعد لحد ال 11 يا رنا. ايه 8 ايه برو 3 3 minus 2 minus 2 minus 2 1 1. برافو يا رنجي. The result is what رنجي؟ 1 اقرأ 1 النمبر 180. 180. excellent point. Big star for رنجي. يوسف نعم يا مس. نعم يا حبيبي فندم. هتحل letter K. Okay. 2 minus 4 can't be. I'll take from the 3, 1. This is now 2. Twelve minus four, 12, 11, 10, 9, 8. The answer is 8. 2 minus 7 can't be. 5. 2 says to the 5, give me 1. 2 from 2, 12. And the 5 is now 4. Twelve minus 7, 12, 11, 10, 9, 8. 7, 6, 5. The answer is 5. Then 4 minus 3 equals 1. That means the whole answer is 158. Excellent use. Big star for use. برافو يا مش كده. كلنا عرفنا نعمل ازاي اعمل ماينس او سبتراكت بال باي يوزنج البرو. تمام. نفس الحاجات دي هتجي لي برضو ازاي اعملها بالبليس فاليو، يعني ازاي ارسم نمبر زي ده لما يجي مثلا يقول لي هنا. خليني في حاجة صغيرة عشان الرسم. 32 minus 12 مثلا أعملها إزاي؟ 32 minus 12 الماينس العادي بقول 2 minus 2 بزيرو، و 3 minus 1 equal 2، يبقى الريزلت اللي هتطلع لي 20. طب أنا عايز أرسم دلوقتي التيبل بتاعي أهو، هرسم فين؟ أرسم إزاي؟ هنا مكتوب هنا ال ones وهنا ال tens. هرسم ازاي بقى؟ قال لي في الماينس برسم ال greatest number بس، يعني برسم النمبر الاولاني ده هو بس، انما في الاديشن كنت برسم الاثنين، في البلس كنت برسم الرقمين. هنا في الماينس برسم الاولاني بس اللي هو ايه؟ ال 32. ال 32 برسمها ازاي؟ 2 في ال ones وال 3 في ال tens. فكنت هرسم هنا 2 سكوير، اتنين صغيرين كده، وارسم هنا في ال 10s 3. تمام. بعد كده اعمل ايه في الماينس بقى؟ هعمل كانسل، وعايزني اعمل ماينس 12. ال 12 has 2 in the ones، عندها 2 في ال 1s،
يبقى هعمل كنسل لتو، هشطب على تو من الوانز، فشطبت على الاتنين دول، اصبح كده الوانز فيها ايه؟ nothing. الوانز ما بقاش فيها حاجة، زيرو. طيب ال 12 has one in the tens، فيها one في ال tens، فهعمل كنسل لواحدة بس، همشي واحدة بس، أصبح ال tens فيها كام؟ فيها اتنين بس، فيها two، فالريزلت تبقى ايه؟ 20. يبقى الرسمة بتاعتي الجديدة هتكون بالمنظر ده، بعد ما أنا شطبت عملت كنسل على الحاجة اللي أنا عايزاها. أصبح هنا ال 1 مش هرسم فيها حاجة، هتكون فاضية، وال 10 هيكون فيها 2 ريكتانجل بس، اتنين أهم. دي الرسمة بتاعتي الجديدة. شايفين؟ دي بقت كده. فاهمين؟ يبقى في الماينس بعمل ايه؟ بعمل كانسل، برسم النمبر الاولاني بس، بعمل ريبريزنت للفيرست نمبر او للجريتست نمبر، وبعد كده اعمل منه كانسل للايه؟ للسمولست نمبر. طيب واحدة تانية زي دي، الزوم عشان ما يخليناش نستنى، هفصل دلوقتي، تدخلوا تاني على نفس اللينك سريع، يعني ادخلوا على طول ما تستنوش حاجة.